اخويا ولد با امي. صاور ديالو، شوف الدريه قداش هازها الحيمه. ها هي كيحس لها في الربعينيه، شتوها؟ ها هي ها هي عندها دابا 13 عام، ها هي تكرفس عليها الدري. راك عرفتي دار وحده، عائله وحده، ما كيحيدش من عندي، ما مجوش حاضي عند دراري صغار. هي ام اللي فهم اللي كانت صغيره، ملي كانت قالت لك في بيت ثالث وهو كيتكرفس عليها، ملي ديتها الخبره قالوا لي جا دار ميا البنت راه باقا بنت ومغتصبها من اللور، مغتصبها من البكا من هذا من الدبور ديالها. هدوني ودابا قال لك غيحطوا الباطل على ولدي تا هما تيهدوا فيه. ليكم انا مينا من عين عوده، حميدي مينا من عين عوده، خويا اغتصب ليا بنتي، خويا اغتصب ليا بنتي وهدوني، ودابا راه معتقل وكيهدوني. انا بغيت الحق دبنتي، انا راه كيهدوني، انا راه غيحمقوني، انا راه حماقيد، انا راه متبعه في السبيطار ديال الغازي انا والبنت. البنت ما بقاتش تمشي للمدرسه، وليت تنصيفطها بالزز كيعايروا وتيتكرفصوا عليا. هذا راه خويا ولد با امي، وامي حيت ساكنه هي لتحت وحنا الفوق، وكتهد كيهدوا فيا وحدي 13 عام والسيد وماشي حاشاكم كلب حسن منه، هذاك المجحوم راه عنده 36 ولا مع 34 في عمره، راه كبير. هات صور ديالو، شوف الدريه قداش هازها الحيمه، واش هادي تعدى عليها؟ واش ما بقاش الاخ هو في الدنيا؟ واش دابا المجرمين اللي واقفين معاه وكيهدوا فيا انا؟ ووقفوا على الخير، ووقفوا على المظلوم. ها العائله كلها كيهدوني، قال لك تسمحي ليه. ها هو هذه، ها تيحس لها في الربعينيه، ها هي كيحس لها في الربعينيه، شتوها؟ ها هي كيحس لها في الربعينيه. ها نتوما، ها نتوما، ها هي، ها هي عندها دابا 13 عام، ها هي تكرفس عليها، تكرفس عليها. ها هي شوفوا قداش، واش هادي تكرفس عليها؟ واش هادي ماشي يديرها بنته؟ وخذوا لي حقي، وبغيت هادي تلحق الرأي العام، وتنطلب حموشي، وتنطلب المليك ويوقف لي على هاد القضية. رانا وليت مهدة في محالي، ولاو كيهدوا فيا، قالك عندهم السلطة هنا في المحكمة، قالك القفة غتقلب عليا. واش أنايا، واش هاد المجرم خصهم يوقفوا معايا أنا اللي مظلومة، أولا يوقفوا مع المجرم؟ راه هذا خاصهم إلا جاو يهضروا عليه ويوقفوا معاه، راهم يحشموا على أعراضهم، يحشموا، يمرقوا. وقفوا مع المظلوم، وقفوا مع اللي مظلوم، ما توقفوش مع اللي ظالم على اللي معدي. ها النفسية ديال بنتي ملي كنهضر معاها كدور فيا نفسيتها. ها هي دابا متبعه لها في السبيطار ديال الغازي، صيفطني المخزن اللي متبعه لها في السبيطار، صيفطني المحلف اللي تبعت لها، اللي دوزت ليها، اش يقولوا لها هي؟ هذيك اللي دوزت ليها اللي قلتي ليا قبيله، سميتها هي الخيبره، هما اللي صيفطوها وصيفطوني حتى. عايش معايا حنا، انا كاينه لتحت، هما كاينين لتحت، مشاركه انا ومي الدار، وانا في السطح ساكنه مغطيه غير بالقزير، ساكنه في السطح. الدري راك عرفتي دار وحده، عائله وحده، ما كيحيدش من عندي، ما كيحيدش من عندي انا، هو حلاق ومربي حيت هاد البنت متبنيه غير بنت اختي، ومتبنيه الحيمه جتها من السبيطار. هذا هو الاجر، محاليه الاجر، دعيتو الله ياخذ فيه الحق، دعيتو لواحد وحده ياخذ فيه الحق. عنده 36 ولا 34، لا ما مجوش، ما مجوش حاضي عند دراري صغار. كيفاش كيس الدرجه؟ واش كان كيطلع عنده ولا كيهبط عنده للدار؟ لا ملي كنخرج انا كانت كتقول لي ماما سدي عليا، ماما سدي عليا، كنقول لها بنتي لا، راه تنوض حريقه ولا شي حاجه وتحرقي لي هنا في المحل، تي كتلعقي البوطه اللي ما نسدش عليك. وهي مهددها تيقول لها الا قلتي شي حاجه نقتلك، الا قلتي شي حاجه راني نقتلك، خوك ما كيكونش وانت ما كتكون وماماك ما كتكونش نقتلك. الدريه ام اللي فهم اللي كانت صغيره، ملي كانت قالت لك في بيت ثالث وهو كيتكرفص عليها، ملي ديتها الخبره قالوا لي جا دار ميا البنت راه باقا بنت ومغتصبها من اللور، مغتصبها من البكا من هذا من الدبور ديالها. هاد السيد
واش دابا هادو اللي واقفين تيقول لك حنا، تيقول لك حنا غنوقفوا معاه، واقفين ضدي. واش هادي دابا؟ واش هادو راه غيحمقوني؟ وهادو راه غيسطوني؟ وهادو راه غيسطوني بمخي؟ وهادو راه تعداو عليا؟ وهادو اللي كيهدوا فيا راه معدو بالسلطه هنا، وقال لك الكفه غتقلب عليك. واش غتقلب عليا على وديت بنتي مغتصبه؟ وقالوا لي الكفه غتقلب عليك، ودابا راه تيهدوا فيا. قال لك ديري تنازل. واش انا ندير تنازل؟ واش ندير تنازل المجرم؟ وما نديرش التنازل، وواخا نمشي للحبس ما نديرش التنازل، وراه مهدين عليا، واش كيرفصوا عليا، وكيهدوني، ودابا قال لك غيحطوا الباطل على ولدي تا هما تيهدوا فيه، كيدخل غا بالتخابيه وخرج بالتخابيه، وكلهم تيهدوني، كل شي عندي في التليفون، وكل شي عندي في التليفون تيهدوني عباد الله. وراه باقي عندو هاد الاربع الاول الاربع الجاية نهار 22 عندو المحكمة. متلفات اعتقال دابا؟ اه هو في الجنائيات. وقتاش عرفتو حسيتو البنت؟ واش البنت اعترفت قالت لكم راه ما تعرفتش البنت كيربي والطعام والبزولة. انا مشيت للسوق تقديت نهار الحد من الشارع من عندنا، وتقديت نهار 2 في الصباح، وبقات الخضره مشيتها. طلع عندي حيت يطلع يفطر، قال لي يا مينا اختي واش دايره شي اتاي؟ قلت له راه كنت في السوق، رانا هنا مع امراه اتاي. قال لي يا خوي لي اتاي. قال لي مال هاد الخضره مشيتها هنا؟ قلت له راه بغيت نغسل الثلاجه. قال لي خليها انا غنغسلها انا. قال لي انا غنغسلها لك. قلت له رانا شريت واحد جوج شدوده وما شريتش الحلوى ديال السوق، انا راجعه للسوق غدا نرجع دابا غنمشي ونرجع. قال لي صافي خليت بنتي كتقلي في مطيشه، مشيت حيت عندي انا الباب ديال السطح حديد، عندو الزكروم من الداخل وعندو الزكروم من برا، والثقبه دايره لا غير كتانا. انت شكيتي اذا؟ انا ما شكيتش، ما شكيتش انا، رانا مشيت للسوق وجيت. ملي طلعت تندق بداك الزكروم كبير، كندق تندق تندق، والبيت ديال ولدي مقابل معايا بحال هكا. حيد ديك الكتانه، طليت من الثقبه بحال هكا، دريه خرجت من البيت. ملي خرجت ليا من البيت قلت لها علاش ما حليتيش؟ شنو كنتي كديري في البيت؟ قالت لي حيت مهدده ولا ما، قالت لي مالكي مالكي؟ قال ليها ملي تحلي لها سيري للطواليط غسلي، قالتها ليا. قال لها ملي تحلي سيري تغسلي. مشات هي للطواليط، هو في البيت، انا مهز الحوايج بزاف مكركره الماط تنصبن فيهم، عندي واحد الكركور في البيت ديال ولدي، ضحك على ولدي وردوا لي مراه، ضحك على ولدي وكيدير لبنتي داك الشيء في بيت ولدي. ملي حل الباب قلت لي مال هذيك المنطقة الغوزيه مالها مغطى؟ قال لي انا عقديت فيها شي شغل. قلت شغل حيت هو ما كيكميش قدامي، ما كيدير دوك الجوانات هادي ما كيديرش قدامي انا الكارو. قلت راه صافي كيمشي ويجي، وانا الكرسي هكا قدام الباب جلست عليه، كيمشي ويجي تيمشي ويجي، والباب وهذاك الشرجم حيت لاكور ومضاربه فيه الشمس. مشى لذاك البلاصه، البلاصه ديال الكوافوز ديال ولدي، هز ديك داك الشيء اللي هزو، لاحو من الشرجم، لاحو من الشرجم، بقى تيمشي ويجي يمشي ويجي يمشي ويجي، سخفان تيمشي ويجي. خرج مشى للكوزينه، داز ديريكت الكوزينه، مسح هذيك الثلاجه، هبط من قدامي وهبط. تنقول غنوض نخشي فيه جنوي، غنوض نقتلو، اشنو غندير؟ طليت اه حسيت، طليت من الشرجم لقيت الشورت ديالو احمر والسليبر ماضي. عيطت على بنت اختو، نيت بنت اختي اللي شاده من عندها البنت، حيت كاينين ثلاثه، كاينين ثلاثة، وحدة عندها 22 ومعت 20، الصغير هو راه كيقرا في بيت ثاني، والبنت راه كتقرا في بيت الروض، راه ما كتقراش، راه المهم الروض. ها؟ سولتي البنت فاش دخلت الطوارئ غسلات وخرجت سولتها؟ لا ما سولتهاش ديك الساعة. الله سولوني عليك. ما سولتهاش هذيك الساعة، ما سولتهاش. قضيت شغلي ساليت، هزيت البوطة الصغيرة وهزيت الموس ودخلت للصالة، شعلت البوطة درت الموس. قلت لها شوفي غتقولي لي الحقيقة، قولي لي اشنو كاين. قالت لي ماما غنقول لك وما تحرقينيش، هو كل شيء عندي في التليفون. قالت لي غنقول لك ماما وما تحرقينيش. قلت لها ما نحرقك ما نضربك ما ندير لك حتى حاجة، قولي لي اش كنتي كديري معاه في البيت. قالت لي ماما جرني من هنا وقال لي نوضي تقعدي قبل ما تجي ماماك، نوضي تقعدي. و
وداني قالت لك البيته ماما تيدير لي داك الشيء من اللور ملي كنت صغيره. واي عباد الله، واش الاخو هكا؟ واش الاخو هكا؟ واي عباد الله، واش الخوت هكا؟ وانا مربيها ودايره اجر معاها ليا، وكيتعدى على بنتي راه ماشي مع البنات اليوم، راه مسكينه مرخيه، وراه البنت ماشي مطوره، وتعدى عليا هاد الدري، وتعدى عليا هاد السفاح، وراه الكلب حسن منه، والكلب وافي لمولاه، وما دعيتهمش كيهدوني، كتهددني بنت عمتي، وكيهدوني، قال لك حنا عندنا سلطة هنا. ملي الدري سمعني كنهضر قلت لها فاتحة، حيت اختي انا سميتها فاتحة، كاع فاتحة، قالت لي القفة غتقلب عليك، قلت لها كيفاش القفة غتقلب عليا؟ قالت نقز ولدي، قال لا الله ينعل لك الوالدين، قالت لي انا غنصيفط لك الولدي تربى، هانا غنصيفط لك الولدي تربى، هادي رانا ما كنشوفها، ما كتشوفني، هادي اش بغات عندي؟ قالت لك عندهم السلطة هنا، عندهم السلطة في المحكمة، اشنو بغاو عندي؟ علاش يهدوني؟ اشنو درت ليهم؟ أيه دوي بوجهكم حمر، دوي في شي مصلحة، دوي في شي واحد مظلوم، دوي في شي واحد مظلوم، الشي يكون واحد مظلوم وادويو عليه، ولا دويتو عليه جات معاكم ودوي بوجهكم راسكم مرفوع، ماشي دوو علاج جريمة عضوة. كنطلب الحقوق ديالي، كنطلب الله وجلالة الملك وسيد الحموشي يوقف ليا في هاد الدوصي، وقفوا ليا في هاد الدوصي، ودوصية يلحق الرأي العام، وهاد المجرم خاصو يتأدب، هاد المجرم راه يمكن كيتكرفص كاع الوليدات، أنا كيفرق عليهم الدراهم حيت هو حلاق، كيفرق على الوليدات الدراهم، كيطلع عندي كنقول لي ومزيانة خيي فرحاتك كتفرق على الصبيان، هو راه كيجر الصبيان عندو، هو مجرم. أنا دابا هاد الناس يبعدوا مني، ولدي راه في خطر، وتا الولد راه مهدينو، ولدي راه في خطر، حيت حنا دابا ولينا ندخلوا خاونا ونخرجوا خاونا، أش بغاو عندي؟ شكرا على المشاهدة، إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.